بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. من الحلقة ديت والحلقات الجاية إن شاء الله هنتكلم على مجموعة من أعطال أجهزة التكييف، بس هنعتمد في موضوع دراستنا للعطل على عملية الدراسة العملية والنظرية وتحليل وتقييم وتفسير كل حاجة عن العطل. يعني احنا هنتكلم بناحية علمية شوية، هنجيب كل تفصيلة في العطل ده وليه بيحصل وايه تأثيره. هنبتدي النهاردة نتكلم على ارتفاع درجة حرارة ماسورة طرد السائل اللي هي الليكويد لاين. زي ما انت عارف، لو احنا بنتكلم على دي الوحدة الخارجية، عندك ماسورتين، ماسورة بقطر كبير وماسورة بقطر صغير. الماسورة اللي هي بقطر صغير دي اللي هو موضوعنا النهاردة، اللي هي ماسورة الليكويد لاين. أما دي ماسورة السكشن لاين اللي هي ماسورة الغاز. دي التيوب اللي راح على الإيفابوريتور، وبعد الإيفابوريتور بترجع في الماسورة ذات القطر الأكبر لسحب الضغط. حتى هنا ممكن اجيب عداد واوصل خرطوم الضغط المنخفض بالمحبس ده واقرا قيمة الضغط المنخفض اللي موجود في الدايرة. تمام، موضوعنا النهاردة بيقول لك ارتفاع ماسورة طرد السائل. الماسورة ديت هتسخن اكيد ناتجة من اسباب. ايه هي الاسباب دي؟ الاسباب اللي احنا ندرسها النهاردة، زي كده المريض لما بيروح للدكتور الظاهر ان بيبقى سخن، ارتفاع درجة حرارته. الواحد لما يكون سخن بيروح للدكتور ايه الظاهر؟ درجة حرارته عالية. تمام، طب الباطن بقى المشكلة دي نتيجة ايه؟ ايه هي الاسباب اللي خلت درجة حرارته زادت؟ بيبقى عنده اسباب كتير، الدكتور هو اللي بيقدر يحدد ايه هو اصل المشكلة عشان يعالجها، والمشكلة اللي بسببها ارتفعت درجة حرارته. طيب ايه هي بقى المشاكل اللي ندرسها النهاردة ومن خلالها نقدر نعرف ايه الاسباب اللي خلت ماسورة الطرد ارتفعت؟ يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله. تعالى كده نشوف معانا اول سبب اللي بيرفع درجة حرارة ماسورة الطرد. ولما الاقي ماسوره الطرد دي درجه حرارتها زادت اعرف ان دي في مشكله، ابدا اروح لها. بس لازم تحدد المشكله زي ما اتكلمت كده في الانترو، ازاي تجيب المشكله دي. وظيفتك انت الدكتور وانت اللي تحدد فين اساس العطل. اول حاجه عندي ايه ده؟ ملفات الوحده الخارجيه اللي هو الكويل بتاع المكثف مش نظيف او غير نظيف بالشكل اللي انت شايفه ده، وده اكيد بيحصل. انت سايب الوحدة الخارجية وحاططها ومركبها في الشارع معرضة للهواء والمليان بالاتربة بيتكون عليه، عشان كده بتيجي عملية الصيانة الدورية اللي هي بتحصل مثلا كل 6 شهور او كل سنة، اللي انت بتعمل تنظيف لملفات الوحدة الخارجية اللي هي بتستخدم ككوندنسر في فصل الايه؟ فصل الصيف. تمام، بعمل لها عملية تنظيف عشان تبقى معايا بالشكل ده. نبص كده الشكل قبل ما تتعمل لها عملية تنظيف وبعد ما تعمل لها عملية تنظيف. تمام، طيب ليه العطل ده بيسخن ملفات الوحدة الخارجية؟ بص كده معايا، المفروض احنا قلنا احنا هنحلل العطل تحليل شامل. مركب التبريد بيطلع من الضغط، ضغط عالي درجة حرارة عالية، بيخش على ملفات الكوندنسر، بتبقى المفروض ان مركب التبريد فيه بيبقى سخن جدا. تمام، طيب انا بقى فايدة الكوندنسر ايه؟ الفايدة الاساسية هو تبريد مركب التبريد عشان يتكثف، عشان يتحول من فيبر لليكويد، صح؟ انت تركب او تكون عازل على ملفات الكوندنسر اللي هي الاتربة والطينة اللي هي اتكونت دي كلها، دي بقت عازل بين الهواء اللي بيخش على ملفات الكوندنسر عشان يبردها، فبالتالي زادت درجة حرارة الكوندنسر وزاد الضغط جواه. تمام، فرفع لدرجة الحرارة مركب التبريد اللي طالع منين؟ من ملفات الكوندنسر. تمام،
طبعا قبل ما يخش على بعد ما او بعد ملفات الكونترسة بيخش على اداة الانتشار. من اداة الانتشار على خط الطرد اللي احنا بنتكلم عليه اكيد هيحس ان درجة الحرارة ايه عالية، تمام، نتيجة زيادة الضغط جوه ملفات الكوندنسر، ده أمر طبيعي. العطل التاني مرتبط بالعطل الأولاني. احنا قلنا في الكوندنسر احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل تبريد. طب التبريد ده بيتم عن طريق ايه؟ عن طريق مروحة، صح؟ مش المروحة ديت فايدتها ليه تبرد ملفات الكوندنسر؟ طيب المروحة ديت بتبقى شغالة بمكثف تشغيل. أوقات كتير تلاقي المروحة اللي في البيت تلاقيها بطئت، يقولك علاجها ايه؟ هتغير ايه المكثف بتاعها، تمام. طبعا المروحة ديت شغالة بمكثف تشغيل، المكثف ده لو جراله مشكلة تمام هيبطئ من ايه حركة المروحة، ولو المروحة ديت حركتها بطئت فبتقلل من انتقال الحرارة او الهيت ترانسفير خلال ملفات الكوندنسر، تمام، وبالتالي بترتفع درجة حرارة المركب التبريد داخل ملفات الكوندنسر وبيزيد الضغط جواه، صح؟ فده بيأثر على طرد السائل بارتفاع درجة ايه حرارته. العطل التالت احنا هنا قلنا تلف الكوندنسر بتاع الفانة، ما ممكن تكون الفانة نفسها هي اللي فيها المشكلة، تمام، الفانة نفسها هي اللي فيها المشكلة او الموتور بتاعها، الموتور بتاع المروحة بايظ، تمام. في الحالة ديت لازم يتغير، يبقى انا بكشف بقى المروحه او الكباستور بتاعي. العطل الرابع ده عطل بقى ايه رباني مش لنا علاقه بيه، ارتفاع درجه حراره الجو. بيبقى في درجه الجو مثلا نيجي في اوقات في الصيف في عز الصيف نلاقي درجه الحراره بتبقى عاليه جدا يعني فده بيحس بيها الكوندنسر. ازاي؟ انا الكوندنسر زي ما احنا قلنا في البدايه انا عايز ابرد الملفات بتاعته، تمام. طب انا عايز ابرد الملفات بتاعته، انا ببردها بايه؟ بالهواء الموجود في الشارع. طب الهواء ده درجه حرارته عاليه قوي، تمام، فدوت ايه اللي يحصل؟ يرفع من درجه الحراره وضغط المركب التبريد داخل ملفات الكوندنسر، دي حاجه طبيعيه جدا عشان ما حدش يجي في مثلا في وقت بيبقى الصيف بيبقى شديد جدا وفي وقت اليوم بيبقى حر جدا ويطلب من جهاز التكييف ينزل له درجه حراره درجات كتير. ما انت عندك وحدة التكثيف انت حاططها بره في المكان ده، انت فاهمني، فبتأثر بدرجة حرارة الجو برضو. طيب العطل الخامس بيبقى عطل عيب تركيب. انا مركب الوحدة الخارجية في مكان معرض لأشعة الشمس فترات طويلة جدا، ده طبعا لما باجي اركب جهاز تكييف باخد بالي من حاجة زي كده، يعني حتى بره بيعملوا ايه؟ بيعمل لك تندة للوحدة الخارجية، تمام، او يركب لك الوحده الخارجيه مثلا في البلكونه في الركن ده بحيث هو بعيد عن اشعه الشمس. انت عندك في مكان اهو، عندك في مكان بيعرض للشمس وفي مكان للظله شويه، لا اركبه فين؟ في الظله، تمام، عشان ده كل ده هيأثر على عمليه التكثيف ويزود من درجه الحراره العيب اللي احنا بنتكلم عليه. طيب العطل رقم 6 ده برضو عيب تركيب، تمام. اللي بيحصل ايه؟ بركب انا لو دي الوحده الخارجيه، لو المروحه دي بتدفع الهواء بره، تمام، ما ينفعش تركب الوحده الخارجيه في مكان بيبقى فيه دفع هواء من بره لجوه هنا. طب انا بطرد الهواء، يعني هنا انا بطرد الهواء ايه بره وعندي المقابل بتاعه الهواء جاي لي بدفع لجوه، تمام، فده عيب تركيب ولازم اخد بالي من حاجه زي كده. ففي الوضع الطبيعي اقوم مركبه ورا حائط مثلا بيبقى سد للهواء القادم مدفوع من بره عشان اقدر اعمل تبقى حركة الهواء سلسة من جوه التكييف لبره ايه التكييف، من جوه الوحدة الخارجية لبره الوحدة الخارجية، تمام، ما يكونش متأثر بالرياح الايه الشديدة. ده برضه بيبقى عيب تركيب، يعني الفني بيبقى اخد باله من حاجة زي كده. او برضو اجي اركب الوحدة الخارجية في مكان ضيق قوي، تمام، يبقى مثلا في مسقط والمسقط ده بيبقى ضيق، طب انا عايز اعمل حركة للهواء، ده انا عايز اعمل تكثيف، انا عايز ابرد الهواء، فبجيب له هواء من مكان ضيق خالص فبقلل من الهيت ترانسفير، فده اللي بيخلي الضغط ودرجة الحرارة جوه الكوندنسر تزيد.
تمام. العطل اللي بعد كده بيبقى في سدد في الدايرة، سدد في الدايرة وسدد بيبقى في ماسورة السائل، تمام. مثلا بنقل الجهاز تكييف من مكان لمكان، الماسورة دي اتخفست مني، او انا بعد كده او انا بركب الجهاز اتخفست مني الماسورة دي، بسببها هيزيد درجة حرارة ماسورة السائل، تمام. لان خلي بالك ان الماسورة دي بتيجي بعد المكان اللي بيبقى احنا بنحس فيه بدرجة الايه، الحرارة اللي احنا قلنا عليه اللي هو طرد السائل عند المحبس بالظبط، تمام. العطل اللي بعد كده ده بيبقى نتيجة وجود هواء ورطوبة في الدايرة، دي بتزيد من درجة الحرارة والضغط داخل الكوندنسر، تمام. طبعا انا عندي مركب تبريد عايز اكثفه، هتكثف انت الهواء والرطوبة، تمام. لو موجودين في الدايرة فده بيأثر لك وبيزود لك درجة الحرارة والضغط داخل ملفات الكوندنسر، تمام. طيب عند العطل اللي بعد كده ده، والعطل دوت هنيجي نتكلم عليه في حلقة لوحده، يعني بنتكلم في الاكسبانشن، ثيرمال اكسبانشن فالف مفتوح بفتحة كبيرة، وده نتيجة أسباب كتيرة هيبقى ليه حلقة اللي احنا نتكلم عليه، اللي بيخلي الاكسبانشن مفتوح فتحة كبيرة، الفتحة اللي هي الخاصة اللي هي مركب تبريد اللي فيها الإبرة مفتوح فتحة كبيرة، فبيعدي مركب تبريد كبير جدا، تمام. خلي بالك ان ماسورة طرد السائل دي المفروض بتبقى باردة عن سحب السائل، تمام، المفروض بتبقى باردة، ممكن الضعف باردة، بس باجي ابص ناحيتها الاقيها ايه، سخنة شوية. بس خلي بالك ان جميع الاعطال اللي فاتت كانت بترفع من ضغط الكوندنسر، تمام، جميع الاعطال اللي فاتت بترفع من الضغط او البريشر داخل الكوندنسر الا العطل ده. العطل ده بيقلل البريشر في الكوندنسر، بيقلل الضغط في الكوندنسر، وده هيبقى زي ما قلت لك كده في حلقة لوحده، تبقى حلقة مهمة جدا بنتكلم فيها على الاكسبانشن فالف واعطاله، سواء كان الفتحة ضيقة او فتحة اوسع من اللازم، سواء كان في احمال كبيرة او احمال قليلة. وموضوع الاكسبانشن فالف ده موضوع كبير جدا ومهم جدا، يعني انا في اقتناع ان اهم جزء موجود في دايرة التكييف او التبريد لو بنتكلم هو الاكسبانشن فالف، لان كل جزء موجود سواء الكوندنسر او الايفابوريتور موضوعهم سهل، مجموعة مواسير على مروحة، ضغط بيسحب وبيطرد، اللي فيه بقى كنترول شوية هو الاكسبانشن فالف، لو حصل فيه مشكلة هيعدي لك كمية مركب تبريد أكثر من اللازم، أو يقلل لك كمية مركب تبريد أقل من اللازم، فيعمل لي مشكلة، فده اللي عايز دراسة، وإن شاء الله جايب لكم شوية شغل فيه ممتازين، وضوح وضوح تام نظري وعملي. العيب اللي بعد كده ده عيب بقى ناتج، يعني عمره ما بيحصل لوحده، يعني أنت فاهمني، ده بيحصل إن يجي فني لقى إن الكمبريسور في مشكلة فغير الكمبروسر، بس لما غيره جاب لي واحد تاني، تمام، قدرته أكبر من الكمبروسر الإيه القديم، ده مشكلة، يزود لي درجة الحرارة في ماسورة طرد السائل. دي العشر أسباب اللي بيهم ترفع ضغط ماسورة أو ترفع درجة حرارة ماسورة طرد السائل. وبكده احنا قلنا العشر أعطال اللي بيهم هيرفع ماسورة طرد السائل. طبعا انت بتعمل كشف عشان تقدر تحدد العطل فين من الاعطال العشرة اللي احنا قلنا عليهم. طيب احب لما نيجي نتكلم على موضوع زي ده تعال نمثله على خريطة البي اتش ديجرام، ايه اللي بيحصل على الخريطة؟ احنا قلنا في جميع الاعطال كلها بيزود من ضغط الكوندنسر ما عدا العطل اللي هو الخاص بفتحة صمام أكتر من اللازم. طب تعالى كده نمثل على خريطة البيتش دي بقى اللي هي الفعلية أو الطبيعي، بيبقى عندي ضغطين، ضغط الكوندنسر وضغط الإيفابوريتور، عندي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد لاتنين شغل الضغط، اتنين لتلاتة ده هنا الكوندنسر، من تلاتة لأربعة الإكسبانشن، أربعة لواحد ده الإيفابوريتور، تمام. هنا بيتم سحب حرارة وهنا في الكوندنسر بيتم طرد الحرارة. طيب نروح بقى على دايرة التبريد
بعد ما بيبقى فيها مشكلة بتتمثل كده، ضغط الكوندنسر زاد. تمام، ايه بقى تأثير الكلام ده على الدايرة؟ اولا زود لك درجة الحرارة والضغط في الكوندنسر، زود لك من شغل الضغط. تمام، وخلي بالك ان في الحالة دي التحميص عندك هيزيد والتبريد عندك هيقل. تمام، وده تمثيله الواقعي بارتفاع ماسورة طرد السائل نتيجة للأسباب اللي احنا ذكرناها. طب تعالى كده بقى نجمع الأسباب كله في سلايد، في سلايد واحد. عندي العشرة اللي احنا اتكلمنا عليهم من أول، ملفات الكويل غير نظيفة، تلف الكباسور، تلف المروحة، لحد قدرة الضغط أكبر من الإيه اللازم. طيب الأسباب دي كلها بتعمل إيه؟ بتؤدي إلى إيه؟ أول حاجة بتخلي لي التبريد ضعيف زي ما ذكرت، الأمبير بيزيد لأن بيبقى في حمل على الضغط زي ما وريتها لك كده، وتقول لك شغل الضغط هيزيد على خريطة بي اتش. عندك درجة حرارة الكويل الكوندنسر والضغط بتاعه طبعا هيزيد. آخر نقطة وهي خط الراجع اللي هو السكشن لاين، ماسورة السحب بتبقى باردة شوية عن ماسورة الطرد. المفروض إن ماسورة الطرد دي بتبقى أقل برودة، أو برودة أعلى من ماسورة اللي هي السكشن لاين. لا هنا لقيت العكس. تمام، ده سبب من الأسباب اللي يخليك يقولك إن عندك مشكلة نتيجة ارتفاع درجة حرارة ماسورة الطرد. أروح أدور عليها بقى في العشر أسباب اللي احنا ذكرناهم عشان نقدر نطلع العطل اللي موجود في الجهاز. بكده نكون انتهينا من عرض حلقة النهاردة. أتمنى أكون وفقت في عرض المادة العلمية. إن شاء الله الحلقات اللي جاية عاملين شغل كويس جدا في مجموعة أعطال هتهم ناس كتير، وجايبينها بالتفسير، يعني بنفسر نو هاو ليه حصل العطل ده أو إيه الأسباب. بالعقل كده أقدر أقول أنا عندي عيب في الحتة الفلانية وليه حصل الكلام ده، ليه يعني إحنا جايبين كلمة ليه دي كتير قوي. تمام، في النهاية أشكركم جدا، أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.